السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وأولى حلقات المونديال روسيا 2018 على شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله هنكون مع حضراتكم في أول حلقة علشان نتكلم على مونديال روسيا، مونديال روسيا واللي بيشهد طبعا أحداث كتيرة جدا، مشاركة منتخب مصر في المونديال بعد 28 سنة غياب عن بطولات كأس العالم. إن شاء الله هكون موجود مع حضراتكم يوميا من الساعة 10 وحتى الساعة 12 مساء علشان نتكلم في كل أحداث اللي بتخص كأس العالم، من أخبار، من كواليس، من طبعا تقارير مع الجمهور المصري، وكالعادة زي ما معودين حضراتكم على الفيديوهات والكواليس اللي بتشوفوها بس هنا معنا على قناة النادي الأهلي. طبعا النهاردة أقيم أربع مباريات في بطولة كأس العالم، وآخر مباراة بتقام حاليا ما بين المنتخب الكرواتي والمنتخب النيجيري، وكرواتيا متقدمة بنتيجة 1-0 على نيجيريا، ونيجيريا أكيد من المنتخبات الأفريقية اللي بنتمنى ليها كل التوفيق في بطولة كأس العالم. لكن قبل ما نروح زي ما قلت لحضراتكم في البداية معانا فقرات، فهنبدأ بأولى فقراتنا وهي فقرة الأخبار. هنقول لحضراتكم بعض عناوين الأخبار السريعة جدا اللي أكيد تهم كل الشارع المصري، مش بس خاصة بالمنتخب المصري، لا ده خاصة بكل الكواليس والأحداث الخاصة بالمنتخبات الأخرى وبالجو العام في البطولة. طبعا هنبدأ بأول خبر، وهو خبر مهم جدا، إن اتحاد الكرة بيشكر قرار الفيفا بعد ما طبعا ادى امر ان يتم اذاعة 22 مباراة بدون تشفير، واحنا عارفين ان كان في مناوشات وجدال كبير جدا قبل بداية كأس العالم، وبالتالي الفيفا سمح لإذاعة 22 مباراة بدون تشفير، منهم مباريات منتخباتنا العربية زي طبعا مباريات منتخب مصر ومنتخب السعودية ومنتخب تونس ومنتخب المغرب، بجانب طبعا بعض المباريات زي المباراة الافتتاحية وزي المباراة النهائية. طبعا الأستاذ إيهاب لهيطة تصريح وبعد مصر والأورجواي قال إن الهزيمة حرمتنا من الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح. أي نعم، تم الاحتفال بعيد ميلاده في الملعب قبل المباراة وبعد المباراة، لكن كانت الأجواء مش مناسبة للعيبة منتخب مصر أو الجهاز الفني إنه يحتفلوا بيه بالشكل اللائق. إن شاء الله تتعوض في مباراة روسيا واللي هيشارك فيها بنسبة 100% إن شاء الله. منتخب مصر بيستعد لروسيا بصفوف مكتملة، زي ما قلت لحضراتكم محمد صلاح إن شاء الله يكون جاهز لمواجهة منتخب روسيا في مواجهة يوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة 8 بتوقيت القاهرة. مباراة تبقى قوية جدا، نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر ولمحمد صلاح إن هو يعود بقوة كبيرة جدا جدا. مستر هيكتور كوبر بيصحح الأخطاء أمام روسيا، ما فيش شك إن مستر هيكتور كوبر كان واضح إن في عندنا مشكلة، هي مشكلة دايما شفناها في كل اللقاءات الودية حتى بعض المباريات الرسمية، هي الكرات الثابتة. الكرات الثابتة زي ما شفنا لقاء مصر وأورجواي إن الهدف جه من كرة ثابتة بعد فاول، يعني ما كانش ليه أي داعي، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل، كرة ثابتة، اللاعب الأورجواي بينط وسط ثلاث لعيبة من لعيبة منتخب مصر، منهم اتنين يعني طوال جدا جدا، هو احمد حجازي وعلي جبر، وكان معاهم اللاعب الثالث محمد دينيس. مستر هيكتور كوبر يشتغل على تصحيح الاخطاء. كابتن اسامه نبيه تصريحه خماسيه السعوديه تصعب مهمتنا امام روسيا، ما فيش شك ان مباراه روسيا 5 أهداف مقابل لا شيء، ممكن يكون روسيا ما قدمتش اداء جيد لكن كسبت ب5 أهداف، واحنا عارفين ان ليه، ان في الاول وفي الاخر كره القدم بتعترف بالأهداف وبالنقاط مش بمستوى أي من الفريقين، فبالتالي كمان 3 نقاط لروسيا بتصعب مهمة منتخب مصر. لو كان المباراة انتهت بالتعادل كنا ممكن بعض الشيء أن مباراة روسيا ما يكونش عليها الضغط اللي هيواجه لاعبي منتخب مصر، لكن رجالة المنتخب قادرين على يعني الفوز إن شاء الله والخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الروسي، وكلنا عندنا ثقة ويقين كبير جدا في اللاعبين. كهربا تصريحه بعد مباراة أورجواي وبيقول لا بديل عن الفوز على روسيا والسعودية أقوياء، أتمنى التوفيق لمنتخب مصر. اجتماعات الفيفا تؤخر صفر الباشمهندس هاني بريدة إلى جروزني مع المنتخب، وكابتن حازم إمام والكابتن سيف زاهر يحضران مباراة منتخب مصر أمام روسيا، يعني هتشوفوا ان هيبقى في تواجد جماهيري كبير جدا جدا لمنتخب مصر امام منتخب روسيا، علشان طبعا هتبقى المباراه في سان بيترسبورغ، فبالتالي في
يعني سهولة في التنقل وكمان الطيران، يعني كل الطيران اللي بينزل في سان بيترسبرج. لكن مباراة طبعا يعني مباراة المنتخب مع أوروجواي كان فيها صعوبة كبيرة جدا، يعني بغض النظر عن ان في تواجد كبير جدا من جانب مصر، لكن كان في تواجد. فما يعني تخيلوا بقى حضراتكم مباراة مصر امام روسيا في سان بيترسبرج مع المصريين المشجعين اللي بصراحة يعني ظهروا بمنظر رائع جدا جدا، وكمان الثقافة اللي بقت موجودة عند الجمهور المصري ان هو تفهم يعني ايه منتخب مصر يلعب بس او يقدم مستوى رائع، لكن النتيجة ما كانتش في صالحنا، لكن تفهموا يعني ايه ان في منتخب مصر وفي اداء رجولي وفي طبعا تشجيع لحد اخر دقيقة. فبالتالي ان شاء الله المنتخب ان شاء الله يكون في جالية مصرية كبيرة جدا 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 وجمهور كبير جدا في ملعب سان بيترسبرج واللي هتقام عليه مباراة مصر وروسيا. طبعا احنا عارفين ان احنا في العيد، فبالتالي الكحك بيهدد النظام الغذائي لمنتخب مصر في المونديال، اكيد كان لازم يتم الاحتفال بمناسبه العيد ووجود بعض الكحك. طبعا عيد ميلاد محمد صلاح احتفلوا به كافيه روسي بيحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح. سام مرسي بيشيد بهدف بوجبا في استراليا. الجارديان الفيفا يحقق في خلو بعض مقاعد مباراه مصر واورجواي. جسامه الحكم طبعا يستخدم تقنيه الفيديو يحتسب ركله جزاء لبيرو امام الدنمارك. وبولسن نجم مباراة الدنمارك وبيرو واللي انتهت بفوز منتخب دنمارك 1-0. فوزي لقشع طبعا رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم يحاول رفع معنويات لاعبي المغرب قبل لقاء البرتغال. تيتي مدير الفني البرازيلي يثير او المدير الفني للمنتخب البرازيلي يثير الشكوك حول نيمار قبل مواجهة سويسرا، لكن كل دي تكهنات وكل دي طبعا يعني مراوغات من المدربين. مارسيلو لاعب منتخب البرازيل ولاعب ريال مدريد ده تصريحه بيقول قادرون على الصعود لمنصات التتويج في روسيا. كوتينيو لاعب ايضا البرازيل احلم بلقب كاس العالم. ميسي يعلن مسؤوليته عن تعادل مباراه ايسلندا بعد ما اهدر ركله الجزاء. ومارادونا يحفز الارجنتين بعد مباراه ايسلندا. وخافير زانيتي من الجيد ان تقع المفاجات من البدايه. وهبي الخزري طبعا وعلي معلول جاهزان لموقعه انجلترا. منتخب تونس هيلاعب انجلترا، نتمنى التوفيق للمنتخب العربي الشقيق منتخب تونس، وهو طبعا المنتخب الوحيد اللي ما لعبش في الجوله الاولى من بطوله كاس العالم. يوسف طبعا المساكني يرافق نسور كارتاج الى طبعا فولغراد اللي هيقام فيها مباراه انجلترا وتونس. لينغارد يثق في تالق منتخب بلاده امام تونس. ورئيس الاتحاد التونسي يتوقع انجازا تاريخيا في المونديال، يا رب كل التوفيق لمنتخب تونس الشقيق. وخواكيم لوف تكرار سبعيه البرازيل غير وارده، طبعا احنا عارفين ان خواكيم لوف المدير الفني لمنتخب المانيا. والجماهير السعوديه تتحصل على فان مارفيك هو اللي كان بيقود منتخب السعوديه في التصفيات لكن تم الاستغناء عنه، وبالتالي هو مدير فني استراليا الحالي واللي خسر بصعوبه جدا امام منتخب فرنسا 2-1. مدرب المكسيك يمكننا الفوز على المانيا، اشك في الموضوع ده. ودراكسلر يحذر من خطورة المكسيك، تمام هو ده الكلام. بارقة أمل لكومباني نجم بلجيكا في المونديال، كومباني عنده إصابة لكن لسه مش عارفين هيتم طبعا لحاقه به أو الأولى المباريات ولا لا. طبعا رينارد يطالب لاعبي المغرب بنسيان نكسة إيران. المغرب كان عندها هي أسهل مباراة في المجموعة مباراة إيران، لكن عنده مباراة صعبة جدا، مباراتين، مباراة البرتغال ومباراة أسبانيا، كلنا شفنا المستويات اللي ظهرت بها الفرقتين. حارس المغرب يرفض الاستسلام، وصحف روسيا تركز على اعتذار بوحدوز بعد ما احرز هدف في مرمى غير مقصود. اكيد طبعا يعني نتمنى ان اللاعب يخرج من الكبوه اللي هو فيها ويكون قادر على يعني ان هو يقود المغرب للفوز او للتعاون لاي تحقيق اي نتيجه ايجابيه ضد المنتخبين الصعبين جدا جدا. وراموس يدعم دخية بعد اخطاء مباراه البرتغال. واخيرا صلابه ايران تنذر بمواجهه قويه امام اسبانيا. إيران عندها فرصة، هي متصدرة مجموعتها وبالتالي هتنزل المباراة بأعصاب أهدى بكتير من أو في أسبانيا أو البرتغال. فبالتالي نتمنى التوفيق لكل المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، وطبعا أولهم منتخب مصر. هنروح مع حضراتكم علشان نتابع ويعني مباريات النهاردة وبكرة. النهاردة طبعا كان في بعض المباريات. السبت 16 يونيو كان في أولى لقاءات دي طبعا يعني بداية من المجموعة. طب نبدأ معكم من المجموعة الأولى، نبدأ بمباراة روسيا والسعودية واللي انتهت بخمس أهداف مقابل لا شيء. ده كان يوم الخميس في 14 يونيو، دي كانت مباراة الافتتاح. تاني يوم الجمعة يوم 15 يونيو مباراة مصر وأورجواي.
واللي انتهت بخسارة مصر 1-0 أمام الأوروغواي في الدقيقة 89. المباراة اللي بعد كده كانت مباراة المغرب وإيران واللي انتهت بفوز منتخب المغرب 1-0. مباراة البرتغال وأسبانيا مباراة كانت ممتعة وكلنا تابعناها وشفناها وشفنا قد إيه المتعة الكروية اللي موجودة في كأس العالم، خصوصاً إن المنتخبين لعبوا بتكتيك مفتوح والاثنين أحرزوا 3 أهداف وثلاث أهداف البرتغال وأسبانيا. دي كانت من ضمن المباريات. يوم السبت مباراة، طبعاً عندنا 4 مباريات اتلعبت يوم السبت، أولهم مباراة فرنسا وأستراليا، والمباراة اللي طبعا كانت بعديها مباراة الأرجنتين وأيسلندا. أما طبعا مباراة بيرو والدنمارك اللي لسه منتهية من لحظات، زي ما شايفين قدام حضراتكم منتخب بيرو لعب منتخب الدنمارك، وأخيرا منتخب وأخيرا طبعا كرواتيا ونيجيريا. تاني احنا بنستعرض لحضراتكم كانت المجموعات المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، والمجموعة الثالثة، دي المجموعة الرابعة اللي بتضم الأرجنتين وأيسلندا وكرواتيا ونيجيريا. أما المجموعة الخامسة البرازيل وسويسرا وكوستاريكا وصربيا، المجموعة السادسة ألمانيا والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، أما المجموعة السابعة بتضم بلجيكا وبنما وتونس وإنجلترا، المجموعة الثامنة والأخيرة هي مجموعة بولندا والسنغال وكولومبيا واليابان. نخش مع حضراتكم لنتائج المباريات. في المجموعة الأولى مصر روسيا بتفوز على السعودية 5 أهداف مقابل لا شيء، ومنتخب مصر بيخسر من أوروغواي بنتيجة 1-0. المجموعة الثانية المغرب لعبت منتخب إيران خسرت منه 1-0، وأسبانيا بتتعادل 3 أهداف لكل فريق في المباراة القوية اللي جمعت بين الفريقين. والمجموعة الثالثة فرنسا بتفوز على أستراليا 2-1 وبيرو بتخسر من الدنمارك 1-0. الأرجنتين بتتعادل تعادل إيجابي مع منتخب أيسلندا بعد ما ميسي أهدر ركلة الجزاء، وكرواتيا كسبانة أو بتفوز على نيجيريا بنتيجة 1-0، لكن المباراة لسه شغالة إلى وقتنا هذا، وأكيد هنتابع مع حضراتكم أول بأول عن نتائج المباريات. طبعا هنا المباريات اللي هتكون موجودة مع حضراتكم بكرة إن شاء الله، بكرة يوم الأحد 17 يونيو كوستاريكا هتلاعب منتخب صربيا، والبرازيل في مواجهة قوية أمام المنتخب السويسري، وأيضا منتخب ألمانيا هيلاقي المكسيك. 3 مباريات بتوقيت القاهرة الساعة 2 والساعة 5 والساعة 8 بتوقيت القاهرة. وبالتالي كده استعرضنا مع حضراتكم يعني كان فقرة الأخبار يليها استعراض للمجموعات والنتائج وأيضا ترتيب المنتخبات، وبكده يكون لسه مكملين مع حضراتكم، ونروح يعني لفقرة من فقراتنا الأكيد مهمة جدا جدا، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا والمونديال. أهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين مع حضراتكم، لكن قبل ما نروح لفقراتنا عايز أتكلم شوية مع حضراتكم على المباريات اللي اتلعبت بداية من كأس العالم، ونتكلم ونعلق يعني بعض التعليقات وبعض التحليل الفني الخاص بالمباريات اللي اتلعبت أو لسه بتتلعب لحد وقتنا هذا، ومباراة روسيا والسعودية. مباراة روسيا والسعودية مباراة الافتتاح شفنا يعني 5 أهداف أكبر نتيجة في مباراة افتتاحية خاصة بكأس العالم. ممكن يعني واحنا ماشيين مباراة بمباراة يكون في بعض الأرقام اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم، يعني مباراة السعودية وروسيا بعض الإحصائيات اللي احنا بنتكلم فيها كلها خاصة بالمنتخب الروسي أكيد، لكن منتخب السعودية بعد ما تلقى أكبر نتيجة في كأس العالم وهي الخسارة أمام ألمانيا ب8 أهداف مقابل لا شيء، بيخسر أيضا أمام روسيا 5 أهداف في أكبر نتيجة لمباراة افتتاحية حصلت في تاريخ كرة القدم في كأس العالم. لكن زي ما بقول لكم وشفنا بعض التصاريح اللي موجودة من كابتن أسامة نبيه، إن مكسب منتخب روسيا
صعب من مواجهة منتخب مصر أمام روسيا بعد الضغط اللي اتحط فيه لعيبة منتخب مصر، لكن لعيبة منتخب مصر لعيبة دولية، لعيبة على أعلى مستوى. الغريب إن منتخب روسيا ما فيش فيه لعيبة محترفة غير لاعب واحد فقط لا غير، وهو يلعب في صفوف فياريال. أما منتخب السعودية بيدفع ثمن أخطائه أو خطأه اللي عمله في شهر واحد مع الانتقالات الشتوية ورحيل 7 لاعبين من الدوري السعودي والمنتخب السعودي إلى الدوري الأسباني بعد اتفاقية تمت ما بين الاتحاد السعودي والاتحاد الاسباني. 7 لعيبة دول راحوا في وقت مهم جدا، وقت حذر جدا، فبالتالي 7 لعيبة ما لعبوش في انديتهم اللي تم الانتقال ليهم في الدوري الاسباني، فبالتالي اثروا على مستواهم. زي ما احنا شفنا منتخب روسيا، منتخب السعوديه كان فقير فنيا، يفتقد الى الضغط، يفتقد الى الروح، يفتقد الى العزيمه، فبالتالي تصرف ما كانش موجود في محله، تصرف لابد كان يدرس قبليها، نشوف هل اللعيبة قبل ما تنتقل إلى دوري الأسباني هل التجربة دي هتكون مثمرة؟ هل هيكون في وجود 7 لاعبين في الدوري الأسباني هيقدروا يشاركوا، هيقدروا يفيدوا منتخب السعودية في كأس العالم؟ شفنا طبعا نتائج سلبية، شفنا أن منتخب السعودي زي ما أنا قلت منتخب يفتقد إلى القوة، يفتقد إلى التركيز، يفتقد إلى الإثارة، يفتقد إلى الحس الوطني، فبالتالي منتخب السعودية عليه أن يراجع بعض أوراقه أو يراجع أوراقه سريع جدا. عنده مواجهتين غاية في القوة، عنده مواجهة مع منتخب أورجواي، عنده 3 نقاط، منتخب قوي جدا، عنده لعيبة على أعلى مستوى، أيضا عنده مباراة أمام منتخب مصر، وبالتالي مواجهة تكون قوية أيضا في آخر جولات المجموعة الأولى. هنروح طبعا زي ما بقول لحضراتكم لبعض الإحصائيات. يعني زي ما احنا قلنا مستضيف كأس العالم لا يخسر في المباراة الافتتاحية، طبعا 16 منتخب أو 16 مستضيف كسب وتعادل في 6 مواجهات، لكن مستضيف كأس العالم لا يخسر أبدا أبدا. طبعا ده تاني أكبر فارق أهداف في افتتاح كأس العالم بعد 34، لكن احنا بنتكلم على سنة 66 تم تعديل المسابقة، فبنتكلم على إن روسيا والسعودية من بعد 66 أداء في أحدث أو في النظام الجديد لكأس العالم، فبالتالي ده أكبر فوز لمنتخب في أو في مباراة افتتاحية. أيضا إيطاليا لما فازت على أمريكا 7-1 في كأس العالم 34، لكن ده كان بالنظام القديم، ومنتخب السعودية تلقى 34 هدف في آخر 11 مباراة في كأس العالم، يعني بتوسط 3-1 هدف لكل مباراة. منتخب السعودية هو أول منتخب يفشل بالتسديد على المرمى في مباراة في كأس العالم من سنة 1966، بالرغم حصوله على الاستحواذ بنسبة 60% على الأقل، فأكثر من استحواذه في المباريات في كأس العالم. طبعا ألكسندر جوليفين هو أول لاعب روسي يصنع هدفين في مباراة في كأس العالم منذ زافاروف ضد بلجيكا في يونيو 86. بعض الأرقام كده اللي هنقولها مع حضراتكم وإحنا بنستعرض نتائج مباريات، أو أنا بتكلم مع حضراتكم على المجموعات والإحصائيات ونتائج المجموعات. نروح لمباراة منتخب مصر ومنتخب أورجواي. منتخب مصر أثبت للجميع أنه هو ليس منتخب محمد صلاح فقط، بل هو منتخب الشناوي، منتخب تريزيجيه، منتخب عمرو وردة، منتخب نجوم تقدر ان هي تصنع الكثير لمنتخب مصر. لكن رهبة المباراة الاولى، انا شايف كده من وجهة نظري طبعا، يعني رهبة المباراة الاولى مع طبعا خصم قوي زي منتخب أورجواي اللي احنا كنا ند بالند معاه، اعتقد مصر يعني خسر او لا يستحق الخسارة. شفنا اخطاء زي كده في مباراة، مثلا مباراة البرتغال، هدفين من رونالدو عن طريق ضربات ثابتة وبنفس الخطأ، لكن اعتقد ان مستر هيكتور كوبر قادر على انه يتدارك الاخطاء ويشوف ان منتخب روسيا كان عنده او هو مميز جدا في الضربات الثابتة، ومعظم الاهداف اللي حققها امام منتخب السعودية كانت من ضربات ثابتة، فبالتالي لازم مستر هيكتور كوبر يعيد حساباته ويبدأ التركيز على الضربات الثابتة. يعني عندنا 2 لعيبة هم الـ2 لعيبة المساكين، هم اطول 2 لعيبة في الملعب، او هو اطول 2 لعيبة في منتخب مصر، فبالتالي ما ينفعش ان مش فينا هدف عن طريق ضربه ثابته، فبالتالي منتخب مصر لا يستحق
تماما الخساره، طلعنا من المباراه بمكسب يعني معنوي كبير جدا جدا، وهو اختيار محمد الشناوي ضمن تشكيله اليوم لكاس العالم اللي تم طبعا تشكيله اليوم اللي هي امبارح في ثلاث مباريات. تم اختيار محمد الشناوي كافضل حارس مرمى في المباراه، وايضا من ضمن افضل تشكيل في الجوله اللي لعب فيها منتخب مصر، او في اليوم اللي لعب فيه منتخب مصر. يعني هنروح لبعض الاحصائيات. ان منتخب مصر انهى سلسله يعني رقم كبير جدا، يعني 10221 يوم دون اللعب في كاس العالم منذ 21 يونيو 1990 لما مصر خسرت من انجلترا بهدف مقابل لا شيء. خوسيه خيمينيز 23 سنه و146 يوم، هو اصغر لاعب من اورجواي يسجل هدف في كاس العالم من منذ طبعا كافاني في 10 يوليو 2010 لما كان عنده 23 سنه و146 يوم، واخر لاعب اورجواياني كان ديجو فورلان في 2002 كان عنده 23 سنه و23 يوم. منتخب الاورجواي انهى سلسله من 6 مباريات افتتاحيه متتاليه. طبعا احنا شايفين قدام حضراتكم ده تيم اوف ذا داي، او طبعا الفريق اليومي، او احسن 11 لاعب تم اختيارهم بعد انتهاء الثلاث مباريات، من ضمنهم محمد الشناوي في حراسه المرمى. نرجع مع حضراتكم للاحصائيات. ان منتخب الاورجواي انهى سلسله من 6 مباريات افتتاحيه متتاليه في كاس العالم دون فوز، ليفوز للمره الاولى منذ سنه 1970. ومصر هو المنتخب الوحيد بين المشاركين في كاس العالم 2018 اللي لم يفز في اي مباراه على الاطلاق في تاريخ البطوله، تعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات باستثناء المنتخبات التي تشارك لاول مره. طبعا كارلوس سانشيز صنع 15 هدف مع الاورجواي، 10 من كرات ثابته، وطبعا اخرها 3 سجلها خوسيه خيمينيز. دي كانت بعض الارقام الخاصه بمباراه مصر واورجواي. هنروح لمباراه المغرب وايران، واللي للاسف يعني كاس العالم لم يكن منصفا مع الفرق العربيه، واللي انتهت كلها او معظمها لسه هنشوف منتخب تونس بخساره لمنتخب السعوديه، ومنتخب مصر ومنتخب المغرب بيخسروا في اخر دقائق المباريات. يعني نقطة كانت هتهم منتخب المغرب وكانت هتفرق معاه في مشواره في مجموعته الصعبة جدا جدا بعد المستوى اللي شفناه من منتخب البرتغال ومنتخب اسبانيا. طبعا بعد ايضا الارقام اللي هنتكلم عليها الخاصه في مباراه المغرب، ان اشرف حكيمي 19 سنه و223 يوم اصبح اصغر لاعب يمثل منتخب المغرب في كاس العالم. اشرف حكيمي هو لاعب ريال مدريد الاسباني، وسفيان امرابط نزل بدل شقيقه نور الدين امرابط، ودي المباراه الاولى اللي يحل فيها لاعب محل اخيه في تاريخ كاس العالم. عمرنا ما شفنا كاس العالم ان 2 اخوات بيلعبوا مع بعض ويبدلوا كمان مع بعض في نفس المنتخب، فمنتخب المغرب بيحقق طبعا اول طبعا صدفه تحصل في تاريخ بطولات كاس العالم. وعزيز بوحدوز لاعب المغرب هو بديل يسجل هدف في مرمى طبعا عن طريق الخطا في تاريخ كاس العالم بعد طبعا لاسولو دياكا سنه 86. ومنتخب المغرب لم يربح ابدا في مباراته الافتتاحيه في كاس العالم، تعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات. نروح للمباراه الاكثر قوه. طيب لوكا مودريتش بينجح انه يحرز الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا في الدقيقه 71 من ركله جزاء علشان يعني يعزز تقدم منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف على المنتخب النيجيري. يعني منتخب كرواتيا منتخب قوي جدا جدا، لكن كان عندنا امل ان منتخب نيجيريا يقدر ان هو يعمل نتيجه ايجابيه، لكن منتخب كرواتيا بيقدم بصراحه يعني لعيبه في كل البلاد اللي موجوده في اوروبا في اقوى الدوريات، فبالتالي يعني للاسف منتخب نيجيريا يعني قريب من الخساره، لكن نتمنى ان في الوقت اللي باقي الثلث ساعه اللي باقي منتخب نيجيريا يقدر ان هو يعادل النتيجه. نرجع لمباراه القمه، مباراه او مباراه نهائي مبكر في كاس العالم، مباراه البرتغال واسبانيا، واللي انتهت بثلاث اهداف مقابل 3 اهداف. يعني كلنا شفنا المباراه، كلنا قلنا هي دي بدايه كاس العالم الحقيقيه، هي دي المباراه الممتعه، هي دي الفرقتين الكبار لما يلعبوا قدام بعض يلعبوا كل واحد يلعب جيم مفتوح، ما حدش يبقى عنده حذر دفاعي، زي ما احنا شفنا رونالدو في الدقيقه 4 عن طريق طبعا ركله جزاء بيحقق او بيتقدم فيها لمنتخب البرتغال. بعديها في الدقيقه 24 ديجو كوستا بيجيب هدف التعادل، واحنا عارفين كوستا وتالقه مع تشيلسي وتالقه مع اتلتيكو مدريد، وبيتالق ايضا مع المنتخب الاسباني. بعديها كوستا بينجح انه يجيب الهدف الثاني ويعزز الهدف لمنتخب اسبانيا و2-1، وكلنا قلنا خلاص اسبانيا سيطرت على احداث المباراه، لكن رونالدو اللي احنا هنتكلم كتير جدا عليه في الفقره اللي جايه، وهنشوف قد ايه اللاعب ده يعني زي يعني ناس كتير جدا بتتكلم ان رونالدو خلاص لاعب انتهى، لاعب ما بقاش عنده حاجه تانية يضيفها
مع كبر سنه، لكن رونالدو بيثبت للجميع انه لاعب من الطراز الفريد، وهو احسن لاعب في العالم، وهو طبعا لاعب متكامل عنده كل الصفات. احرز هدف في الدقيقه 44 وقبل انتهاء الشوط الاول، ودي كانت نقطه مهمه جدا 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 في منتخب البرتغال، انه يخرج حتى يعني نفسيا ومعنويا امام منتخب اسبانيا بالتعادل 2-2 منتخب البرتغال. ورونالدو ارتفعت معنوياته بشكل كبير جدا، لكن الشوط الثاني بيبدا اسخن من الشوط الاول، وبنشوف فرص ضايعه، بنشوف هجمات هنا وهجمات هنا. ناتشو طبعا فرنانديز لاعب ريال مدريد بينجح انه يجيب هدف ثالث لمنتخب اسبانيا، وهدف رائع جدا 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 جدا. لكن بقى الدون رونالدو يعني بيرفض انه يخرج خسران من المنتخب اللي بيلعب فيه بلده، ومنتخب طبعا اسبانيا، هو بيلعب في ريال مدريد. فبالتالي راموس يعني واحد كابتن منتخب اسبانيا، هو ايضا رونالدو كابتن منتخب البرتغال، فبالتالي كانت مواجهه من طراز فريد او من نوع خاص، تحدي ما بين رونالدو وتحدي ما بين سيرجيو راموس. لكن رونالدو في دقيقه 88 وقبل انتهاء المباراه بدقيقتين على وقتها الاصلي غير الوقت الضايع بيسجل الهدف، يعني كلنا هنشوفه في الفقرة اللي جاية. لكن هدف ايه يعني، لا دخية بقى ولا بوفون ولا اي حارس في العالم يقدر ان هو يعمل له اي حاجة. هدف من ضربة ثابتة من الحتة اللي رونالدو بيحبها بالطريقة اللي هو بيشوط بيها ومعودنا بيها دايما، راح في حتة في مقتل، راح في المقاصة، فبالتالي ان هو يخرج بنقطة غالية جدا جدا لمنتخب البرتغال، وايضا بتبقى يعني حسرة وخسارة لمنتخب اسبانيا ان هو يفضل صامد يعني لحد دقيقة 88. لكن هي حال كرة القدم، رونالدو بيتألق وبيتعملق وبيكون حديث الساعة وحديث المونديال، هاتريك هو هداف البطولة إلى وقتنا هذا. فبالتالي هنروح بقى لإحصائيات كتيرة جدا جدا لمنتخب البرتغال ومنتخب أسبانيا، ونبدأ بدون رونالدو. إن رونالدو هو أول لاعب برتغالي يشارك في أربع بطولات في كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018. رونالدو هو رابع لاعب يسجل في أربع بطولات مختلفة من كأس العالم بعد بيليه طبعا وزيلر وميروسلاف كلوزا. رونالدو في 3 دقائق و30 ثانية سجل ثالث أسرع ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم. وديجو كوستا هو تاني لاعب غير مولود في أسبانيا. طبعا احنا عارفين ان ديجو كوستا يحمل جنسيتين برازيلي وأسبانيا، فلما تم الاختيار او تم تخييره تختار ايه، تم ان هو يختار يلعب لمنتخب أسبانيا. فبالتالي ديجو كوستا هو تاني لاعب غير مولود في أسبانيا يسجل مع المنتخب الأسباني في كأس العالم بعد روبرتو لوبيز إيفارتي في كأس العالم 1982. أندريس إنيستا وسيرجيو راموس انضموا إلى كاسياس وتشافي وزوبي زاريتا كأكثر اللاعبين الأسبان اللي بيشاركوا في كأس العالم أربع بطولات. رونالدو هو ثالث لاعب برتغالي بيسجل هاتريك في كأس العالم بعد إيزيبيو ضد كوريا الشمالية وبيدرو باوليتا ضد بولندا في كأس العالم 2002. رونالدو سجل 51 هاتريك في مسيرته مع الأندية والمنتخب. هاتريك اللي سجل في أسبانيا هو 51 في تاريخ كأس العالم. رونالدو عادل رقم بوشكاش 84 هدف كتاني أفضل هداف دولي بعد علي دائي طبعا نجم المنتخب الإيراني ب 109 هدف. ورونالدو 33 سنة و130 يوم هو أكبر لاعب بيسجل هاتريك في تاريخ كأس العالم. يعني كان بعض الأرقام المهمة اللي احنا لازم نتكلم فيها مع حضراتكم الخاصة بالمباريات. يعني ايضا احنا كان معانا طبعا مباراه فرنسا واستراليا، مباراه الارجنتين وايسلندا، ومباراه بيرو والدنمارك. لكن منتخب فرنسا زي ما احنا شفنا كان فيها حدث مهم جدا اكيد هنتكلم عليه بالتفصيل مع حضراتكم، وهي خاص بتقنيه الفيديو. منتخب فرنسا لولا تقنيه الفيديو ما كانش فاز النهارده ركله جزاء لمنتخب فرنسا، وايضا الهدف اللي احتسب لبول بوجبا الاثنين تم احتسابهم بعد تقنيه الفيديو، ما الحكم تحقق وشاف عرقلة جريزمان وأيضا الكرة اللي عدت خط المرمى من بول بوجبا. أيضا مباراة الأرجنتين وأيسلندا كان فيها عكس اللي حصل في مباراة فرنسا وأستراليا، إن كان في ركلة جزاء واضحة لمنتخب الأرجنتين في الشوط الأول جت في إيد مدافع أيسلندا، لكن يعني بعد ما تم يعني اعتراض لاعبي الارجنتين قالوا للحكم طب بص على تقنيه الفيديو، لهم لا مش عايز ابص عليها، انا واثق من قراري وهي ركله جزاء او يعني لمسه يد غير مقصوده. فبالتالي لم تحتسب ركله الجزاء لمنتخب الارجنتين. وايضا ميسي ضاع ركله جزاء امام منتخب الارجنتين امام ايسلندا، وبالتالي ايسلندا منتخب محترم لازم يتم الاشاده بيه، وبيثبت للعالم كله ان كره القدم مش بس نجوم، لا ده جهد وعرق وكفايه. واخيرا منتخب بيرو والدنمارك، يعني بيرو بيضيع ركله جزاء، واحنا عارفين ان في كره القدم اللي بيضيع اهداف
بيقبل اهداف، وده اللي نجح فيه منتخب الدنمارك بالفوز 1-0. اما كرواتيا ونيجيريا، كرواتيا متقدمه 2-0 على منتخب نيجيريا، والمباراه لسه شغاله. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح لروسيا ونطير. ومعانا على التليفون الاستاذ ابراهيم المنيسي، طبعا الاستاذ والزميل العزيز ومدير تحرير الاخبار. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا عمر، كل سنه وانت طيب، وكل سنه والساده المشاهدين بكل خير دايما. وحضرتك بصحه وسلامه طبعا، حضرتك في روسيا فاكيد طبعا هتنقلنا يعني الاخبار بشكل افضل. يعني منتخب مصر اكيد خساره، يعني ما كناش نستحق الخساره، لكن هي دي حال كره القدم. ازاي بقى حضرتك شايف منتخب مصر بيستعد للمباراه القادمه والقويه جدا امام منتخب روسيا، واللي كسب السعوديه 5 أهداف مقابل لا شيء؟ هي بلا شك نتائج اليوم الاول في هذه المجموعه الاولى يا عمر خلت حسابات الجوله الثانيه معقده، لانه الفوز الكبير اللي حققته روسيا صحيح ان هي كانت مؤهله لكده على الاقل بفعل الارض والجمهور والدفع بتاع الافتتاح، لكن الهزيمه الكبيره ان هي للسعوديه ان هي تخسر 5-0 خلى هذه المجموعه مشتبكه من بدري شويه، وده اضفى اهميه زياده على مباراه مصر وروسيا. مباراه مصر وروسيا اصبحت يمكن التعبير اللي احنا زهقنا منه واللي ما بحبش استخدمه، لكن هي فعلا مباراه عروق الزجاجه، يا هتسقط لتحت يا هتطلع لفوق. اي نتيجه غير الفوز لمنتخب مصر يوم الثلاث معناها انه فرصه في التأهل تكاد تكون صعبة جدا جدا، لأنه 5 أهداف للمنتخب الروسي دلوقت وانت استقبلت هدف، يعني انت قبل ما تلعبهم انت -6 بالنسبة لهم. مباراتك مع السعودية ما هياش سهلة بالشكل اللي كانت عليه مباراة السعودية مع روسيا، وبالتالي انت محتاج الـ6 نقاط كاملة، بحيث انه حتى لو حصلت اي نتائج اخرى بين السعودية وأوروغواي او بين روسيا والأوروغواي انت في مأمن شوية، لكن انت لو اكتفيت بـ4 نقاط زي ما البعض يحسبها على امل انه روسيا ما تزيدش عن 4 نقاط ايضا هتبقى الفرص فرق الاهداف في صالحها هي. فبالتالي نتائج الجولة الاولى خلت حسابات الجولة الثانية قبل الثالثة معقدة جدا وشبه حاسمة. يمكن ده اللي خلى هيكتور كوبر بعد المباراة في حسرة شديدة جدا، الرجل أنا ما شفتهوش مكتئب ومتحسر وزعلان وحزين قد ما شفته امبارح بعد المباراة وقد ما شفت ملامحه النهاردة حتى في التمرين. صحيح موضوع محمد صلاح كان أضفى اهتمام إعلامي كبير جدا، كل الناس كان بتسأل هو الرجل ده لما كان بيأكد لنا، أنا حتى سألت المهندس إيهاب لهيطة بوصفه مدير المنتخب النهاردة هذا السؤال بمنتهى الوضوح، هل فعلا هيكتور كوبر تعمد استخدام الإعلام للتمويه على تبريز والايحاء ليه بانه صلاح هيشارك وبالتالي يربك حساباته الفنيه شويه، ولا هو كان عنده استعداد يشركه وتراجع؟ في كل الاحوال هيكتور كوبر جاوب على ده امبارح بعد المؤتمر وقال انا ما حبيتش اشرك صلاح لانه ما حبيتش اغامر او اخاطر بيه لان انا شفت غير جاهز. الكلام اللي قبل الماتش بيوم كوبر نفسه بعظمه لسانه كان كلامه مختلف، وبالتالي فانا اعتقد انه اراد استخدام الاعلام في توصيل رساله ما تربك حسابات الفريق الاوروغواياني. ايا كانت المساله حسابات كوبر واضح انه كان مستغني عن وجود صلاح في هذه المباراه. صلاح كان موجود مش ضمن الاحتياطي، عشان بعض الناس قالت طب هو لو ما كانش جاهز ليه حطه على الدكه؟ لا، اللي قاعد على الدكه بقيت ال 23، يعني نظام البطوله ال 11 في الاساسي والباقي على البنش كله، سواء انت بتختار منهم. فبالتالي هو ما كانش في قائمه البدلاء بالشكل المباشر. النهارده الوضع مختلف، انا عارف كل الناس مستنيه تسال صلاح هيلعب ولا مش هيلعب. تمام. النهارده نزل التمرين. تمام. التمرين يمكن بدا بهطول امطار خفيفه شويه سرعان ما توقفت والحمد لله، ده كان في ملعب احمد ارينا في المقر الدائم للمنتخب في جروزني. وصل جروزني امبارح الساعه 11 بالليل او 11 ونص المنتخب، اول ما دخلوا لقوا اداره الفندق في لفته طيبه جدا جايبه التورته وعامله عيد ميلاد لمحمد صلاح. تمام. صحيح انه صلاح قدر مشاعر انه للهزيمه لانه كل زمايله كانوا متضايقين، لكن شكر اداره الفندق واحتفلوا على نطاق سريع جدا وصعدوا للاوض. النهارده المنتخب ادى المران بتاعه الساعه 3، بدا بهطول امطار خفيفه شويه توقفت، ثم اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراه الامس ببعض المشي الخفيف في الملعب،
وخرجوا اكتفاء بهذا الوضع الى ان بدات التقسيمه الاساسيه الناريه الحقيقه بين مجموعتين اللعيبه. هيكتور كوبر مهتم جدا في كل تدريباته على السمول جيمز بحيث انه يقسم الملعب مره نص ومره ربع بحيث يعود اللعيبه على مزيد من الضغط وعلى مزيد من التصرف في المواقف الضيقه شويه وعلى خنق مساحات الملعب. كان واضح جدا تفكيره في هذا الشان، لكن كان المهم واللافت فيه انه محمد صلاح في التقسيمه كان في حاله جيده جدا، سجل جون في الاسطايم بشكل رائع ومميز ليه. كوبر كان سعيد فني على انه حاله صلاح النهارده احسن بكتير جدا، تؤهله ان شاء الله حسب ما بتاكد الرؤيه وحسب ما بياكد اعضاء الجهاز انه يكون جاهز ان شاء الله لمباراه الثلاث. فيما عدا ذلك طارق حامد كان خرج، وخرج لسبب غريب الحقيقه، لانه هو اخذ خبطه في ظهره في عصب شل عصب رجله اليمين. فجاه الدكتور بيقول انا لقيته مش قادر يمشي على رجله اليمين، فقد الاحساس بيها، ودي حاله عصبيه بتيجي نتيجه ضربه في موضع ما في العمود الفقري، بيحتاج بعض الوقت على ما يفك، محتاج مش اقل من نص ساعه، لكنه كان خرجه من الملعب. لما خرج حوالي ساعتين بعد المباراه كان بدات حالته تبقى طبيعيه جدا، ما احتاجش حتى اشاعه. النهارده اتحرك في المشي مع زمايله اللعيبه وبدا بحاله جيده جدا، ما فيش حاجه تمنعه اللي هو ولا محمود تريزيجيه. الكابتن احمد ناجي عمل تمرين قوي جدا للثلاثي حراس المرمى، ثم اكتفى بجلسه تاهيليه معنويه نفسيه مع الشناوي، وشارك اكرامي والحضري في التقسيمه اللي كانت بين مجموعتين من اللعيبه اللي ما كانوش شاركوا امبارح. الحاله المعنويه جيده، اللعيبه عندها تقدير للمسؤوليه، عندها ادراك انه مباراه روسيا تو بي اور نوت، انت ما عندكش فرصه انك تشارك في البطوله او ان انت اي نتيجه غير المكسب انت بره الحسابات. مباراه السعوديه في الجوله الاخيره يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله مؤكد ليها حسابات عربيه بحساسيه خاصه خليها لوقتها، لكن ما يخص مباراه روسيا انا اعتقد هي مباراه حاسمه جدا، زادت صعوبتها بفعل الارض والجمهور والطموح. طب يا استاذ ابراهيم معلش انا عايز اقطع كلام حضرتك بسؤال مهم جدا، ازاي منتخب مصر او ما هي الحلول اللي يقدر بيها منتخب مصر ان يفوز على منتخب روسيا؟ منتخب روسيا في المباراه الاولى لم يقدم اداء طيب، بس هو فاز بخمس اهداف، طبعا في اخطاء وكوارث من المنتخب السعودي، لكن ما هي الحلول اللي ممكن بيها منتخب مصر يفوز على المنتخب الروسي؟ شوف من حيث المبدا روسيا ما فازتش 5-0، السعوديه هي اللي خسرت 5-0. فبالتالي النتيجه الكبيره ما تكشفش عن قوه المنتخب الروسي قد ما بتكشف هشاشه التنظيم الدفاعي للفريق السعودي. لكن ما يحتاجه منتخب مصر في مباراه الثلاثاء لابد من تطوير الاداء الهجومي. أنا أعتقد هيكتور كوبر لابد أتخلص من هيكتور كوبر بشخصيته، صحيح إن عنده حالة من التحفظ الشديد جدا، عنده التزام عنيف جدا بقناعاته التكتيكية والفنية، راجل متحفظ بل شديد التحفظ، ما أعتقدش إنه هو هيدخل تغييرات حقيقية على التشكيل، ربما من حيث الشكل العام اللي أنا شايفه لو بدأ محمد صلاح بإذن الله المباراة أعتقد ده هيكون على حساب مروان محسن على أن ينتقل عمرو ورده الى مركز راس الحرب المتقدم. في تصوري ده التغيير المتاح اللي ممكن يحدث في حال مشاركه محمد صلاح، ما اعتقدش هيستغني عن عمرو ورده بالنشاط وبالحيويه اللي هو عليها، ما اعتقدش هيستغني ايضا عن محمود تريزيجيه الافضل في مباراه الامس، وبالتالي كان مروان محسن هو اللي لم يحظى برضا كامل من هيكتور كوبر امبارح، فبالتالي اعتقد التغيير هيكون في هذا الجانب. ده على مستوى الافراد، مستوى الرسم التكتيكي وشكل الاداء ما اعتقدش ابدا هيكتور كوبر هيتخلى عن شخصيته الدفاعيه، هيتخلى عن قناعاته، فقط يحتاج الى المزيد من التطوير في الشق الهجومي ان شاء الله. طيب حضرتك متواجد مع البعثه حاليا في جروزني، عايز اعرف ردود افعال الجمهور المصري بعد خساره منتخب مصر، لكن زي ما احنا قلنا منتخب او الجمهور يا استاذ ابراهيم بقى عنده ثقافه دلوقتي، بقى عارف امتى منتخب مصر بيأدي وبيخسر، فبالتالي تم شكر الجمهور المصري للجانب او للعيبه والجهاز الاداري، هل الكلام ده فعلا حضرتك شفته موجود في روسيا من ردود افعال؟ شوف يعني رضا مشفوع او ممزوج بحاله من القهر فعلا. الناس كانت فرحانه جدا لمستوى الاداء،
فرحانة جدا للاحترام الناس كلها للكرة المصرية، فرحانة للانضباط التكتيكي والسلوكي اللي في أرض الملعب، فرحانة إنك أنت سواريز وكافاني هم اللي بيعانوا كتير جدا عشان يوصلوا، فرحانين بالشناوي. الشناوي امبارح شايل بالظبط 3 أو 4 أهداف مؤكدين بالظبط، هو يعني مكسب من مكسب من مكاسب المباراة، بسم الله ما شاء الله عليه. أنا ده هكلمك عنه، لكنه ده على المستوى الأفراد، لكنه على مستوى المردود العام صورة كانت طيبة جدا. يكفي ان انا اقول لك انه هاني ابو ريده، وكان لاول مره يقابل اللعيبه لانه كان الفتره الاولانيه مشغول باجتماعات الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي، امبارح بعد انتهاء المباراه مباشره سارع بالعوده للفندق اللي اقامت فيه الفرقه بشكل مؤقت في ايكاتنبرج علشان يكون في استقبالهم هو شخصيا، شكرهم على المستوى الفردي واحد واحد، حضنهم وشكرهم بشكل كبير جدا، قال لهم انا كنت سعيد وانا مع مسؤولي الفيفا بنتفرج على الماتش من المقصوره، كنت فخور جدا من ردود الافعال ومن كلام الناس عنكم، انتوا اديتوا صوره طيبه جدا للكره المصريه، انتوا شرفتونا بجد، انتوا عملتوا كل اللي عليكم، احنا مش مطالبين منكم غير كده، مزيد من الالتزام، مزيد من الروح، مزيد من التركيز، وسيبوا النتيجه على الله. فانا اعتقد منتخب مصر لو احتفظ اللاعبون بهذه الدرجه من الروح ومن التركيز ومن الانضباط التكتيكي والسلوكي، اعتقد مش هيكون صعب عليهم باذن الله تخطي روسيا وتخطي السعوديه ان شاء الله. استاذ ابراهيم يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا، يعني وصف تفصيلي ومفصل عن كل ما يدور في بعثه المنتخب المصري في روسيا، لكن طبعا زي ما اتكلمنا وسمعنا وشفنا ان ردود افعال منتخب او الجمهور المصري في روسيا وخاصه طبعا في جروزني طيبه، لكن كان في يعني امل عند الجمهور المصري ان المنتخب المصري يخرج بعد الاداء الطيب والمشرف امام اورجواي بنتيجه ايجابيه، لكن هو ده حال كره القدم زي ما احنا عارفين، يعني لازم يكون تركيز لاعبي منتخب مصر لحد صفاره النهايه، كره ثابته بدون اي داعي من طبعا يعني محمد عبد الشافي، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل زي ما انا قلت، ركلة ثابتة بتترفع داخل منطقة الجزاء وبينجح إن واحد لاعب واحد فقط من منتخب أوروجواي إن هو وسط 3 لعيبة مصرية إنه يستحوذ ويحرز هدف الفوز في الدقيقة 89 للمنتخب أوروجواي، وبالتالي منتخب مصر بيخسر، وزي ما سمعنا مع الأستاذ إبراهيم إن فوز منتخب روسيا ب5 أهداف مقابل لا شيء هيبقى في مشاكل. ايه يعني عشان بس اوضح لحضراتكم، منتخب مصر هو يعني داخل المباراه سالب يعني بالنسبه لروسيا، روسيا متفوق عليه بالاهداف، فمنتخب مصر لو تعادل هيبقى عنده نقطه، ولو فاز على منتخب السعوديه هيبقى عنده 4 نقاط، منتخب روسيا عنده 3 نقاط، لو خسر من مصر وتعادل في مباراته القادمه هيبقى عنده 4 نقاط، فبتدي له افضليه ان هو يتاهل طبعا بفارق الاهداف. لكن واحنا بنتكلم على المجموعه الاولى معنا نجم الكره السعوديه الكابتن سعيد العويران، واللي شارك مع منتخب السعودي في كاس العالم لكره القدم في 94 و98 واللي احرز هدف تاريخي مارادوني مع منتخب بلجيكا. كابتن سعيد برحب بحضرتك. كابتن سعيد، طيب لحد ما يرجع لنا الخط تاني هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي تليفوناتنا اللي هتبقى موجوده معانا ان شاء الله من روسيا والمونديال. اهلا بحضراتكم من جديد، وكنت بتكلم مع حضراتكم قبل المداخله ما تقطع على منتخب مصر والكلام اللي قاله الأستاذ إبراهيم المنيسي على أن منتخب مصر لابد أن يفوز على منتخب روسيا ومنتخب السعودية علشان يضمن وجوده في الدور الـ16. لكن هنرجع سريعا إلى طبعا تليفوننا مع الكابتن سعيد العويران زي ما قلت لحضراتكم صاحب الهدف التاريخي لمنتخب السعودية أمام منتخب بلجيكا. كابتن سعيد برحب بحضرتك. حبيبي يا استاذ عمر، ارحب فيك وبالاخوه المشاهدين، وان شاء الله عيد عليكم مبارك جميعا، والله ان شاء الله يحفظ بلاد المسلمين.
المسلمين جميعا. كابتن سعيد، طبعا حضرتك واحد من نجوم المنتخب السعودي اللي شاركت مرتين واحرزت هدف تاريخي في مرمى منتخب بلجيكا، لكن حضرتك كمشجع ومحلل طبعا ولاعب كبير، لما تشوف منتخب السعوديه بيخسر بخمس اهداف مقابل لا شيء من منتخب متواضع المستوى هو المنتخب الروسي، فتعليق حضرتك ايه؟ والله زعلنا يعني، وانا متاكد ان اخواننا في مصر يعني جميع الامه العربيه زعلانين عن النتيجه هذه. لا اكيد طبعا منتخب. نعم، فاحنا طبعا معنا الدم والعروبه، الجميع زعلان والله، تجينا بطولات من كل جهه. صاحبي خليل يعني مختار لاعبين في بلجيكا مغربي، اتصل علي من الامارات، محمد بن عبد الله من الطيران فلايت الامارات، الجميع والله زعلان، هذا اللي يحس بالنفس يعني. ولكن لو لعبوا قد واحد ما بيجا، لكن للاسف انهم يعني ما كانوا عندهم الظن اللاعبين، ولكن نقول الله يسامحهم ان شاء الله ويبيض الوجه في المباريات القادمه. واعتقد انه الملك سلمان وولي عهده الله يحفظهم، وايضا مع المستشار سلطان الشيخ ما قصروا مع اللاعبين، ولكن حظهم جاء كذا يعني الخمسه هذه موجعه ومؤلمه لنا جميعا. ولكن اتمنى انه يعني امام الارض يحصلوا الصوره ويقدموا اللي عليهم. الواحد يا اخوي عمر ما يزعل لما الفريق يكون لاعب كويس. تمام مظبوط طبعا. منتخب، نعم انا شفت منتخب مصر امام، والله زعلت على الهدف في اخر دقائق، وكان الالتحام والاشتراك افضل لنا يعني كمنتخب مصري، يعني كان المنتخب المصري صراحه رهيب، اشتراك جامد، التحام في رجوله، فصراحه زعلنا على الخساره يعني وقت ضايع. ايضا اخواننا المغاربه طبعا اكيد طبعا، يعني عدم برضو ايضا الكره او كاس العالم كان قاسي جدا مع المنتخبات العربيه، واخر فرصه ايضا بس مباراه جامده جدا مباراه تونس وانجلترا. كابتن سعيد اسال حضرتك سؤال، يعني هل حضرتك شايف ان توقيت انتقال بعض اللعيبه من السعوديه الى الدوري الاسباني ممكن يكون اثر بالسلب على اداء ومستوى المنتخب السعودي؟ والله بالعكس يعني الفارق التمارين عندنا في السعوديه وفي مصر انا بتكلم يا كابتن سعيد في 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 سبع لعيبه انتقلوا الى الدوري الاسباني، كلهم ما شاركوش يعني بكميه المباريات اللي مطلوبه من منتخب كبير زي منتخب السعوديه، وكمان مشارك في كاس العالم، فانا بتكلم هل ده اثر على بعض اللعيبه او اللعيبه اللي كانت بتشارك في الدوري الاسباني مع منتخب السعوديه في كاس العالم، ولا حضرتك شايف ايه؟ والله استفاد اعتقد سالم المولد والشهري يعني شهراني الشهري استفادوا يعني من التجربه، ولكن يعني ما كان هناك يعني باستمرار، ولكن استفادوا من ناحيه التمارين والانضباط يعني حظ فيهم، لكن اكثر الناس اللي استفادوا اعتقد سالم يعني في المباريات الوديه شفته تقدم مستويات طيبه. يعني كابتن سعيد هاخد حضرتك لمباراه السعوديه واورجواي، وحضرتك عايز اسمع منك وجهه نظرك الفنيه في المباراه، وايه اللي حضرتك متوقعه من المنتخب السعودي في مباراه قويه جدا امام خصم عنده ثلاث نقاط وعنده خط هجوم قوي جدا. والله بكل تاكيد اتمنى ان مدربنا يلعب خطه اللي هي خمسه مدافعين واربعه واحد الامام، او انه خمسه خمسه اعتقد انه يعني تكسير النص الاهتمامات المرتده هذا ممكن يجيب معنا نتيجه، ولكن شفته امام الاوروغواي امام مصر صراحه مصر ما كانت تستحق الهزيمه يعني في الفريق القوي اللي هو مثلا في قوه الفرق المنتخبات الثانيه، لكن اعتقد امام مصر شفنا الاوروغواي مش صعب يعني تعطي جائزه في كره القدم، ممكن تتعادل ممكن تكسب ممكن تخسر مع الاوروغواي يعني ما في كل الاحتمالات موجوده، لكن احنا نبغى انه يقدموا بس مستويات طيبه القتال على الكوره الالتحام الابتكار، واحد لازم يبتكر يعني لاعب الان تمشي يعني خطه المدرب اوكي، ولكن في احيانا انت لازم تتصرف بمجهودك تفكيرك ويعني مهارتك كلاعب، فاتمنى ان شاء الله السعوديه ان شاء الله تكسب الاوروغواي او تتعادل او منتخب مصر باذن الله، انا اعتقد معروف منتخب مصر راح يبين وجهنا وكلنا نتعارض مع بعض يعني
بيد واحدة إن شاء الله. يعني أخيرا عايز أسأل حضرتك، هل تتوقع صعود منتخب عربي لدور ال 16؟ ليش لا والله، ننتظر صورة الشوط وباقي الأمل باقي طبعا. أكيد منتخبات عربية خسرت تمام، لكن احنا معانا 94 خسرنا أول مباراة بهولندا، ولكن كسبنا مباراتين اللي هي المغرب وبلجيكا وأهلنا دور 16، كل شيء جائز. أسبانيا خسرت أول مباراة في كأس العالم من فترة وأخذت كأس العالم، كل شيء جائز. يعني كابتن سعيد عايز اسال حضرتك سؤال يمكن خاص بيك، يعني ايه الفرق ما بين المنتخب السعودي مع الكابتن سعيد العويران في النسختين اللي شارك فيهم 94 و98 وبين المنتخب السعودي اللي بيشارك في كاس العالم 2018؟ والله الفرق كبير فنيا جسديا ابتكار فكر. اعتقد انت لو تشوف الصوره الجماعيه من 94 تشوف اجسام اللاعبين صراحه يعني تقول ان لجان 16 لما كنا في الاطراف. بس يا كابتن سعيد، بس يا كابتن سعيد الاجسام كانت قويه طبعا، بس حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني كان عندك مهاره وسرعه وبتقدر ان انت يبقى عندك حلول، فده اللي احنا مفتقدينه في المنتخب السعودي. والله هم شوف لاعبين كويسين وكذا، ولكن ما في مقارنه خبر بسيط فرق، ولكن احنا مأمرين في هذول فيهم الخير والبركه، واعتقد انهم ان شاء الله راح يكونوا عند كاس الافضل. فانا دائما انا قلت قبل كاس العالم اذا تبغى تكون لاعب عالمي لاعب تعمل بصمه لازم تقدم مجهود يعني جبار، لانه اغلب اللاعبين مثلا تكون لاعب محلي يعني الدوري السعودي غير اللعب في الدوري السعودي غير اللعب في كاس العالم غير اللعب في قارات بطولات القارات. هنا الفرق يعني اعتقدناه في المباراة اللي راحت، اللعب في الدوري غير اللعب في كأس العالم، فيجب على اللاعب انه يثبت بصمه يقدم يعني انت مرتدي شعار بلدك يعني لازم يعجب استخدامك في انت كالجندي كالعسكري كأنك على الحدود لازم طبعا اللعب وتكون يعني رجل في الملعب. طيب انا عايز اعرف كابتن سعيد، عايز اعرف راي حضرتك الشخص ايضا في محمد صلاح نجم منتخب مصر واللي ما شاركش في اولى مبارياته مع منتخب مصر ضد الاورجواي. والله يا محمد صلاح ده مكيفني يعني انا بمخبخ لما بشوفه والله، زعلت لما تعور في مباراه نهائي دوري ابطال يعني اوروبا. والله المباراه ماتت عندي يعني، رحت انا غيرت مكان يعني ما كملت الشوط الثاني يعني شفت الشوط الاول فماتت البراد، ما طلع هو صراحه البراد يعني انا خلاص ما صارت عندي يعني ما تفرقش يعني. ف والله زعلت كثير، حتى اللاعب سهل سلس ممتع يعني مش اللي من النوع اللي بصوت الكوره يعني القوه اللي هي لازم يرسم حلو يسحب كويس يعني يمتعك يكيفني صراحه. اتمنى له ان شاء الله المشاركه المباراه الجايه واتمنى له التوفيق، واتمنى انه الزملاء يساعدونه في المباراه الجايه وانه يقدر يلعب ان شاء الله يكتشفه احسن، وهذا فخر لنا محمد صلاح واللاعبين الكبار احنا نفتخر فيه صراحه. انا اعتبره لاعب سعودي مش مصري، محمد صلاح والمنتخب المصري منتخب سعودي والسعودي مصري كلنا حبايب اخوان، ولكن الاعلام اتمنى انه ما يوتر بيننا العلاقات، لانه السعوديه بدون مصر ولا حاجه ومصر بدون السعوديه ولا حاجه، بلدين قويين الايام من قبل ما نولد احنا في علاقه كبيره. اتمنى من الشارع الرياضي والجماهير ما ينجرفون ورا الناس الاعداء اللي قاعدين يحركوا بين البلدين. انا صراحه يعني عمر انا في مصر اقعد اكثر ما اقعد في السعوديه، انا بقعد بتسعه في السنه يعني 12 شهر انا بقعد تسعه شهور في مصر. الله كابتن يعني نشجع بعض نحب بعض اكثر، كيتي والملك سلمان كلهم يعني يسعون يعني الحفاظ على الامه العربيه والقوه العربيه، فلو احنا مش في صالحنا ولا في صالح الامه الاسلاميه. كابتن سعيد يعني بشكرك شكرا جزيلا على الشعور الطيب وعلى الكلام الطيب على منتخب مصر وايضا على محمد صلاح، يعني لاعب كرة عزيز علينا كلنا وأخ عزيز، وأكيد سمعنا منه كلام طيب جدا 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 بيدل فعلا أن الشعب السعودي والشعب المصري هم شعبين أشقاء، وبالتالي
يعني لو حد حابب ان هو يفسد العلاقه مش هيقدر ان هو يفسد علاقه منتخب او الشعب السعودي والشعب المصري، كلنا اخوه زي ما سمعنا منه قال ان محمد صلاح لما اتصاب في مباراه نهائي دوري الابطال انه ما كملش المباراه وكان حزين جدا جدا جدا، واكيد طبعا شعوره طيب امام لما منتخب مصر ايضا خسر في اخر دقائق امام اورجواي انه طبعا كان حزين جدا بعد الاداء المشرف اللي قدمه منتخب مصر، واتكلم وقال انه يتمنى صعود منتخب عربي في فرص، لكن كل حاجه يعني رقميا الدنيا بتقول لا، لكن كل حاجه وارده في كره القدم. كابتن سعيد العويران واحد من اكثر اللعيبه اللي كان عندهم مهاره وعندهم يعني سرعه في المنتخب السعودي، لو الجيل القديم كده لو يفتكر شويه هدفه امام منتخب بلجيكا اللي راوغ يعني اكتر من 5 6 لعيبه، قدر ان هو يراوغ عدد كبير جدا من لاعبي منتخب بلجيكا ويحرز هدف مارادوني في كاس العالم 94، شارك في نسختين وعنده 75 مباراه دوليه وسجل 24 هدف واخد افضل لاعب في اسيا عام 94، فبالتالي زي ما احنا يعني كان دوره ووجوده مهم جدا جدا ان يكون موجود معانا. يعني هنروح لمداخله من اليونان، يعني زميل ومذيع في الراديو والتلفزيون في محطه مترو سبورت اليونانيه، بيتروتس كوستاس معانا من اليونان. هالو بيتروتس، هاو ار يو؟ جود افترنون فروم جريس تسالونيكي. يس ايم فاين، ثانك يو فور بينج وذ اس اون الاهلي تلفزيون. اوف كورس you saw the game between Egypt and Uruguay yesterday. I want to know your opinion about the game in general and about Amr Ward. In general, I think that it was a little unlucky, the Egyptian team, because at least they could have the draw. Maybe Mr. Cooper could be more, a little more attacking in his style in the end, because he had a very good approach of the game, but in the last minute, maybe if you should stay more up, his team, try to find one goal and not get back to get the draw, because in the last phase, they lost the game. But in general, it was very good, I think, the Egyptian team, and I think that they have possibilities in the next games to be very good and to chase the chances to go further in the World Cup. As far as we talk about Amr Warda, I think Amr Warda showed his quality, showed that he's a player of a very big potential. I think that in this World Cup, Amr Warda has a chance to show to everybody and all over the world that he's a big talent, that he can give a lot of things, and to feel more confidence about his technique, about his quality, about what he can give to football. And of course, the people of Korea were very satisfied with his appearance. I will translate to the audience and I will be back to you. The next question. طبعا في البدايه سالته على تحليله لاداء منتخب مصر وخاصه عمرو ورده، عشان هو طبعا صحفي يوناني فبالتالي هو متابع جيد جدا للدوري اليوناني واللاعبين المحترفين. طبعا اتكلم على ان منتخب مصر قدم طبعا مباراه رائعه، وان مستر هيكتور كوبر يعني بشخصيته اللي احنا كلنا عارفينها قدم مباراه في الاول دفاعيه، لكن في اخر المباراه هاجم وكان منتخب مصر عنده فرص ان هو يتقدم، لكن الهدف جه في اخر دقائق من المباراه، كان صعب التعويض على منتخب مصر، لكن هو عنده ثقه ان منتخب مصر يعمل اداء مشرف ويفوز بمباراه روسيا ومباراه السعوديه اللي هيكونوا قادمين ان شاء الله في مجموعته في كاس العالم. سالته على عمرو ورد، ايضا هو رد وقال ان عمرو ورد قدم مباراه رائعه جدا وبين للعالم كله انه لاعب من خامه طيبه جدا، وان هو يقدر يكون لاعب على اعلى مستوى وممكن كمان ينتقل الى احد الانديه الاوروبيه، وده اللي هساله السؤال الثاني. Of course I will ask you about عمرو ورد. Do you think that عمرو ورد can leave from Greece next season and he can go to a world-class league like the Spanish league or the English league or the Italian league? This is an option because we know here from our sources that there were some teams that are interested in Amr Warda. And from PAOK also, they wait to come a big offer for him. The plan for Warda is for PAOK to wait to see what he will do in the World Cup, if a big proposal will come to the offices of PAOK. And after they will decide what they're going to do. They want to keep him, of course, because PAOK is playing in the qualification of the Champions League, and Amr Warda can help a lot to send the team to the group stage of Champions League. But if a big proposal will come, maybe they will
sell him to Valencia maybe, because it was written here that Valencia is watching him, or any other team that will be interested for Amro Arda. That's why there is a player here, Pedro Henriquez, Brazilian player. He's standby. He's the second option to stay for PAOK. If Amro Arda is sold, Pedro Henriquez will stay here. If Amro Arda stays in PAOK, Pedro Henriquez will be given to another team like he was given last season to Karabakh. طبعا يعني سالته على عمرو ورده هل في فرص ان هو ممكن ينتقل لاحد الدوريات الكبرى اللي موجوده في اوروبا زي الدوري الايطالي او الاسباني او الانجليزي، قال لي ليه لا، بعد المستوى الطيب اللي بقدمه في كاس العالم والظهور مع منتخب مصر ممكن يجي له عرض كبير جدا زي ما سمعنا منه، ممكن تشيلسي، ممكن فالنسيا. الموسم اللي فات كان في فالنسيا، لكن باوك لسه مستني لما يعود عمرو ورده من كاس العالم ويقرر ويبدا ان هو يتكلم معاه. اتكلم وقال ان في لاعب برازيلي هو محطوط كاختيار ثاني في حاله مغادره عمرو ورده من باوك، هيتم طبعا الاستعانه باللاعب البرازيلي اللي اتكلم عليه معنا. Of course Petros, I want to ask you about the chances of the Egyptian national team in his group in the World Cup. I think they have chances because it's a good team. They have quality players. Of course a lot depend on if Salah will play next games in which condition he will be. Salah is a player that can change, of course, the mentality and the future of the Egyptian team, because he can do one, two things, one, two big phases in the game and give the points that Egyptian team needs to go further. So I repeat that many things depend on the situation of Salah. I think Egypt has a good team in general. Of course, I have a coach that we know him from Aris here in Thessaloniki. He's a very well-organized coach. He has a very good defensive approach. So if they keep this thing and have Salah back, they can have some chances to go further to qualify. سألته على فرص وحظوظ منتخب مصر في مجموعته اللي بتشارك في كأس العالم. قال لي مصر عندها حظوظ كمان بعد ما مشاركة محمد صلاح. أكيد هتكون إيجابية، صلاح عنده الحلول الأساسية لمنتخب مصر، وأيضا اتكلم على مستر هيكتور كوبر اللي عارفينه هم بشكل كبير جدا بعد ما يعني ما حبش إنه يجازف محمد صلاح وحب إنه يحتفظ بيه لمباراته أو للمباراة القادمة اللي أكيد ممكن تفرق مع منتخب مصر. بيتروتس، I want to ask you also about the World Cup in general. Do you see it's good one? The matches Spain against Portugal and Russia against Saudi Arabia. What do you think? Do you see it's a good World Cup until now? Yes, I think that we have a good World Cup. It's very positive that we have new stadiums, big stadiums, very modern stadiums, and this, I think, that inspires the players to play good football. We see that there is an offensive approach from all the teams. They want to play and to score some goals. Today also we had some very good games, like the last one between Croatia and Nigeria. We must see the other big teams that are the favorites, like Brazil, like Germany. Tomorrow it's a very interesting day. I think it will be one very good World Cup. And we must see, of course, all the games in the first day of every group to have a good image of every team. And after you can see more which are the favorites and which team can go until the end. Petros Kostas, the colleague and the friend, the TV and radio presenter at Metro Sports Station, thank you so much for being with me on Al Ahly TV. Thank you very much also. Thank you. Bye-bye. سألته أخيرا طبعا على رأيه في كأس العالم بصفة عامة، زي مستويات اللي موجودة زي مباراة البرتغال وأسبانيا، مباراة روسيا والسعودية. اتكلم قال لي كأس العالم يمكن مميز جدا، النسخة الحالية كل الفرق بتهاجم، ما فيش أي مباراة انتهت بدون أي أهداف، زي ما احنا شفنا مباراة روسيا 5 أهداف، مباراة البرتغال وأسبانيا 6 أهداف فكل المباريات. فبالتالي هو لسه بيتكلم يقول ان في كمان مباريات هتبقى قويه من فرق احنا بنحبها زي المانيا، زي البرازيل، زي فرق كبيره جدا هتبقى موجوده في كاس العالم. وبالتالي سمعنا رايه، كان معانا مداخلتين او 3 مداخلات يعني من كل انحاء العالم. ده اللي بقوله لحضراتكم عليه، ان احنا ان شاء الله يكون معانا يعني حاجات حصريه، حاجات هنجيبها لكم علشان دايما نتاكد يعني من كل خبر احنا بنقوله، ودايما نكون عايشين مع الاجواء. يعني عمرو ورده لازم نتكلم ونشوف الاجواء في اليونان. بيتروتس واحد من
المذيعين اللي عندهم بعض المصادر المقربة في نادي باوك اللي بتعرف أو يقدر يقول لنا إيه اللي هي الواجهة الفنية لعمرو وردة في الموسم المقبل. كنا مع حضراتكم أكيد في فقرة مهمة جدا من يعني من روسيا ومن السعودية ومن اليونان، لسه مكملين مع حضراتكم في المونديال، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد في المونديال، ولسه مكملين مع حضراتكم باهي فقرتنا. فقرتنا هتكون حكاوي المونديال، حكاوي المونديال كل يوم هتكون مع حضراتكم، هنتكلم على نجم كبير موجود في كأس العالم قدر ان هو يغير كتير جدا مع مستويات اللي بيقدمها مع منتخب بلده، فبالتالي لازم نتكلم على ظاهرة كبيرة جدا اسمها كريستيانو رونالدو. رونالدو واحد مش من بس اللعيبة الأعظم في العالم، لا هو لاعب دايما بيصنع الفارق مع نقد كبير جدا بيتقدم له من الصحافة والإعلام. رونالدو عنده 33 سنة ماشي في 34 سنة، فبالتالي خلاص رونالدو القوي السريع اللي كان صغير في السن الأيام جريت بيه وبقى لاعب زي ما احنا بنشوف دلوقتي، كل ما بيكبر كل ما بينضج، كل ما بيكون عنده خبرة أكتر كل ما بيمتعنا أكتر، فبالتالي شفنا مباراة يعني قمة في القوة قمة في الإثارة، يعني زي ما احنا شفنا وتابعنا على السوشيال ميديا كله كان بيقول أسبانيا بتلاعب رونالدو مش بتلاعب منتخب البرتغال. صنع أو أحرز ثلاث أهداف من ركلة جزاء بيجيب، من فاول بيجيب، من مجهود فردي بيجيب، من كرات ثابتة بيجيب، يعني ممكن من وجهة نظري هو نقول أن رونالدو هو أكتر لاعب متكامل في تاريخ العالم، يعني ما أعتقدش أن في لاعب عنده الامكانيات اللي عند رونالدو، قوه بدنيه موجوده، قوه جسمانيه موجوده، بيلعب بدماغه، بيلعب برجليه، ضربات ثابته، ضربات جزاء، كل حاجه رونالدو بيقدر ان هو يقدمها. عشان كده اخترنا ان احنا يكون معنا النهارده في فقرتنا كريستيانو رونالدو، علشان هنروح ونشوف قبل ما نتكلم على رونالدو ونتكلم على اهدافه والارقام القياسيه اللي بيحطمها مش بس مع منتخب او مع فريق ريال مدريد، لا ده بيحطم كمان مع المنتخب. فتعالوا نشوف ويعني ونسمع الجمهور وهو بيحتفل بهدف رونالدو من زاوية خاصة في جمهور البرتغال والمباراة اللي اتلعبت أمام منتخب أسبانيا واللي انتهت 3-3، ونشوف الهدف الثالث اللي رونالدو أحرزه وكان هدف رائع جدا جدا وكان سبب في تعادل منتخب البرتغال مع أسبانيا 3-3، ونرجع نكمل مع حضراتكم في حكاوي المونديال. يعني شفنا هدف ماركة رونالدو، ما حدش بيقدر يجيب الأهداف المميزة ولا الأهداف الجميلة اللي أكيد كلنا بنتبسط لما بنشوف أهداف من النوع ده واللي كمان بيسجله رونالدو، وإحنا عارفين رونالدو لاعب ريال مدريد هو معشوق كبير جدا في مصر والجمهور، يعني الشباب اللي طالع دلوقتي كله بقى رونالدو وميسي رونالدو وميسي. يبقى طبعا رونالدو واحد من اللعيبة العظام اللي جم في تاريخ العالم، وأيضا ميسي بعد طبعا إهداره ركلة الجزاء، لكن هو ده حال كرة القدم. رونالدو يعني أكيد عز سجله التهديفي مع منتخب بلاده ب 84 هدف زي ما احنا قلنا في الأخبار أو في إحصائيات مباراة البرتغال وأسبانيا، إن هو يعني بيعدل أرقامه بيحطم أرقام 84 هدف. رونالدو دون اسمه في تاريخ المونديال في تاريخ المونديال كرابع لاعب يسجل فيه أربع نسخ مختلفة بعد البرازيلي بيليه 12 هدف، وأيضا ميروسلاف كلوزا 16 هدف، وسيلر 9 أهداف، يعني كل دول أحرزوا في أربع نسخ في بطولات كأس العالم، منهم كمان رونالدو، عشان يكونوا أربع لعيبة فقط في تاريخ العالم اللي سجلوا في أربع بطولات، ناقص بس لاعب واحد كمان هو لو أحرز هدف
في كأس العالم الحالي يتساوى مع رونالدو وطبعا سيلر وكلوزا وبيلي. هو تيم كاهل لاعب أستراليا اللي ما شاركش في مباراة اليوم أمام المنتخب الفرنسي، وبالتالي يعني كنا لازم نقف ونتكلم مع رونالدو كابتن المنتخب البرتغالي وأيضا نجم ريال مدريد. وهنا التكهنات بتقول هل رونالدو ممكن بالمستوى اللي هو بيقدمه في كأس العالم ريال مدريد يغير فكره ويغير طريقة تفاوضه مع رونالدو؟ احنا عارفين ان رونالدو في مشاكل ما بينه وما بين ريال مدريد في الناحية المادية الخاصة بالتجديد. رونالدو دايما بيحب ان هو يكون الافضل في العالم في كل شيء، من حيث الراتب المادي، من حيث طبعا يعني كل حاجة، المستوى، الجوائز. فبالتالي احنا عارفين ان ريال مدريد كان في تعثر في بعض المفاوضات، وان رونالدو قال هيحسم انتقاله او عدمه من ريال مدريد بعد كأس العالم، لكن انا اعتقد بعد البطولة ممكن ريال مدريد، يعني انا لو مكان رئيس ريال مدريد لازم افكر ان انا لاعب زي ده بالامكانيات ده، يعني بالامكانيات دي حتى لو هو عنده 40 سنة، بالرهبة اللي موجود فيها بالملعب، بالحماس، بالروح، ممكن يكون لعيب تاني عنده 20 سنة ما عندوش ربع الحماس ولا الامكانيات اللي موجودة عند رونالدو. فبالتالي رونالدو قيمة كبيرة جدا جدا جدا، لازم تكون موجودة في فريق كبير زي فريق ريال مدريد. وزي ما قلت لحضراتكم ان احنا كل يوم هيكون معانا حكاية نحكيها من المونديال، علشان طبعا يعني هيكون معانا فقرات كتيرة جدا جدا. فبالتالي يعني كان جون رونالدو او حادثه رونالدو والهاتريك مع 33 عام وقصه بقى المنتهي وخلاص كبر في السن ما بقاش زي الاول، كانت لازم انتهي تماما بعد هدفه الثالث والهاتريك اللي حققه في مباراه امس. لسه مكملين مع حضراتكم وهنروح لفقرتنا التاليه، لكن هنروح لفاصل سريع علشان نرجع في فقره مهمه جدا جدا بتهم كل اهلاوي موجود وبيتابعنا على شاشة قناة النادي الأهلي. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم في فقرتنا التالية في المونديال. أهلاوي في المونديال، فقرة من الفقرات اللي حريصين إن احنا يعني تكون متواجدة معانا في حلقاتنا اليومية. أهلاوي في المونديال، هنجيب لحضراتكم كل يوم لاعب من النادي الأهلي يشارك في بطولات كأس العالم، سواء كأس العالم 34 في إيطاليا أو أيضا كأس العالم 1990 في إيطاليا. وبالتالي هنبدأ بكابتننا الكبير جدا والأسطورة، النجم اللي كلنا أكيد عارفينه، هو الكابتن مختار التتش اللي شارك مع منتخب مصر في إيطاليا في مونديال 34. هنروح ونسمع تقرير عنه ونرجع نكمل مع حضراتكم. محمود مختار التتش أحد أيقونات كرة القدم في تاريخ مصر والنادي الأهلي، هو قائد كتيبة الفراعنة في الظهور المونديالي الأول بكأس العالم عام 1934، هداف منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لتلك النسخة من البطولة التي أقيمت في إيطاليا. سجل التتش بمفرده 5 أهداف في مرمى المنتخب الفلسطيني، 3 منها ذهابا في مصر، قاد بها الفراعنة لفوز عريض ب7 أهداف مقابل هدف وحيد. واصل تألقه إيابا في فلسطين وسجل هدفين ليقود منتخب مصر إلى الفوز بنتيجة 4 أهداف لهدف والصعود إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم المصرية في إيطاليا عام 1934. شارك التتش في المباراة الوحيدة التي خاضها منتخب مصر في نهائيات كأس العالم عام 1934، كانت أمام المنتخب المجري، انتهت بخروج الفراعنة بعد الهزيمة 4 أهداف لهدفين. مختار التتش أهلاوي في المونديال. Introducing Wolf. He might be small, but you won't find anyone faster.
bolder. Or better with a bowl. He's the official mascot of the 2018 FIFA World Cup. اهلا بحضراتكم من جديد في المونديال، ولسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات البرنامج، وهنروح لفقره مهمه جدا وهي المونديال في الشارع. بنسال الجمهور المصري عن توقعاته، فهنبدا مع حضراتكم في تقرير او تقرير مع الجمهور المصري وادائه ورايه في اداء منتخب مصر بعد مباراته اللي جمعت ما بين منتخب مصر ومنتخب اورجواي. هنروح ونشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. كان ماتش حلو جدا من مصر، يعني هم بيلعبوا مع اقوى فرقه في المجموعه الاورجواي حسب الارقام يعني، وبرده من غير محمد صلاح يعني غير النجم بتاعهم، كان الماتش هيخلص تعادل لولا الحظ ما كانش معاهم في اخر دقيقه. منتخب مصر كان يشرف حاجه عظيمه جدا جدا جدا، مباراه جميله جدا جدا جدا، كلهم رجاله وكلهم على قلب راجل واحد، اللي بره واللي جوه كله تمام. الماتش كان من البدايه حاجه تفرح. ناحيه اداء المنتخب المصري فهو كويس جدا تمام، وما حدش اصلا كان يتوقع ان هم يعملوا كده، ولحد الناس دلوقتي يعني ما حدش يعني هو كان كل يقول لك اول ماتش مصر مع السلامه ما حدش هيكمل والكلام ده كله، لكن انا شايف ان هم كده عملوا حاجه كويسه جدا. المباراه بصراحه كانت تكتيك عالي جدا من كوبر، اول مره بصراحه انا اصلا كوبر ما كانش عاجبني الاول، بس في المباراه دي كان الله اكبر، بس هنقول الجون بقى يعني فرصه بقى وجات لهم. اما بالنسبه للمباراه نفسها يعني اللعيبه عملت كل حاجه. منتخب امبارح كان مشرف جدا، بس هو طبعا بينقصنا حته الهجوم، يعني هو الدفاع كان 10 على 10، الشناوي كان ممتاز جدا. اورجواي كان في المتلعب نكسبه، بس التحفظ الدفاعي والطريقه الدفاعيه اللي بيلعب بيها هيكتور كوبر هي اللي حجمت لعبتنا، هي اللي خلتهم يلعبوا على مدار 90 دقيقه دفاع، فشيء طبيعي كل الهجمات اللي حصلت علينا لازم يكون في رد فعل. هو غلطته اللي ما خدش فيرود زياده معاه، الفيرود الزياده كان عمل له شغل، يعني واحد زي اللعيب اللي هو بتاع الاهلي اللي هو واخدينه من انبي ب 42 صلاح محسن، ده عيل صغير كان خده معايا، عيل صغير وقوي ولاعيب كوره، على فكره انا زملكاوي بس بشجع كوره. مباراه هو واخدها كوبر، نلعب وراه ما فيش حد قدام، ما فيش محمد صلاح، ما فيش قدام، خلاص اختصارها يعني عشان نوجع دماغنا. كوبر اصلا جاي ما جابش جديد، لقاء ممتاز جدا جدا وعملوا اللي عليهم وزياده شويه، بس هو الحظ خلنا بقى ما فيش توفيق. اداء المنتخب المصري يعني ما كانش متوقع، بس في يعني من بدايه الشوط الثاني يعني كان في امل عند كل المتفرجين او كده ان احنا نكسب او نجيب جون، بس للاسف يعني ممكن يكون عدم وجود صلاح في الماتش أثر كتير جدا، أنا خصوصا احنا بنفتقد المهاجمين يعني وكده. منتخب مصر يعني هو كويس 100 100، بس وجود صلاح بيبقى بيدي لل بيدي روح اكتر، تحس ان اللعيبه في هجوم، في محاوره، في ضغط. الماتش امبارح الماتش اداء المنتخب كان اداء رجولي بصراحه، حاجه تشرف، ده اللي احنا عايزينه، احنا مفتقدين بس الفينش، احنا محتاجين صلاح بصراحه لانه هو الوحيد اللي يقدر يخلص الهجمه. والله يعني مصر كلها والعالم كله اتفرج على مباراه مصر واورجواي، وقبل كل شيء لازم ان احنا نعترف ان المنتخب المصري قوي، ان المنتخب المصري عنده عزيمه، ان المنتخب المصري بيلعب بروح الفانيلا بتاع المنتخب بتاع مصر، هو ده شعب مصر. هو الاداء كان كويس يعني غير ما كنا متوقعين خالص، احنا كنا فاكرين طبعا ان ما دام صلاح مش موجود خلاص احنا هندافع بس 90 دقيقه، اي نعم احنا دافعنا بس 90 دقيقه، بس يعني كنا واخدين ماتش بنديه، والموضوع كان يعني كسبنا احترام من الناس كلها بعد الماتش.
يعني بسم الله ما شاء الله الجمهور المصري بقى يفهم في كرة القدم خلاص، كل الفئات العمرية بقى عندها رؤية فنية وبتعرف تحلل وتتكلم على أداء سواء منتخب مصر أو دوري المصري الأهلي أو زمالك. فبالتالي كان لازم يعني نسمع ونشوف آراء الجمهور المصري في أداء المنتخب بعد مباراة مصر وأورجواي، وعشان كده هنسمع منهم ونشوف رأيهم في مباراة روسيا اللي جاية. هل منتخب مصر يقدر يحقق نتيجة إيجابية وتكون يعني وتكون حافز قوي وتكون إن شاء الله مؤهلة كمان لمنتخب مصر في مجموعته؟ وإحنا عارفين منتخب مصر لو فاز إن شاء الله 3 نقاط أكيد طبعا هتكون فرقة معاه بشكل كبير جدا جدا، زي ما اتكلمنا وقلنا أن منتخب مصر الأفضل أن هو يفوز، لكن التعادل أكيد مش وحش. لكن هنروح بقى ونشوف ونسمع الجمهور المصري أيضا توقعاته وأمنياته في لقاء مصر وروسيا. مصر هتكسب يعني، اتوقع يكسبوا بتاع 2-1 كده او 2-0. نتمنى كلنا كشعب مصر في جميع العالم كله والعرب بنتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا في ماتش روسيا ونكسب روسيا ونكسب السعوديه ونطلع. احنا لو خدنا 6 بونت ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكون من ضمن الثاني حتى على الاقل في المباراه الجايه ان شاء الله باذن الله. انا حاسس ان احنا يا اما هنتعادل يا اما هنفوز ان شاء الله. عندنا امل كبير باسم واحد احد ان احنا نعمل حاجه باذن الله على تصميم اللعيبه بتاعتنا ديت ودعاء المصريين كلها ليهم. السعوديه مش في المستوى وروسيا برضو مش في المستوى، هي كسبت بنتيجه 5 لكن عشان على اساس ان السعوديه ما كانتش موجوده في الماتش. انا لازم اكسب الماتشين عشان اعدي. محمد صلاح هيلعب وتلاعب معاه جنبيه واحد تاني قوي، يعني كهربا ده ما عادوا ليه؟ انت عندك شيكابالا قاعد بره ما لعبتوش مكان رمضان صبحي ليه؟ انت تظبط نفسك قبل ما تلعب الماتش بأقوى ناس موجودة عندك. نكسب إن شاء الله لو على فريق المنتخب اللي هو ده ومحمد صلاح هنكسب، بس محمد صلاح بيديهم دفعة اللي هي هنجيب جون، كله بيخدم عليه زي ما رونالدو زي ميسي، إنما على الوضع العام يعني نكسب إلا إذا كان روسيا طبعا على أرضها وسط جمهورها وبيقول لك الحكام في فيديو، أنا مش متأكد صراحة، إنما هي بالشكل ده مصر تكسب بإذن الله. بإذن الله بإذن الله هنعدي المباراة دي إن شاء الله بإذن الله. متهيألي يعني النتيجة مش هتزيد عن 1-0 أو 2-1 حاجة زي كده، 1-0 متهيألي، لأن المنتخب بيلعب دفاع ولو هيعتمد على محمد صلاح ممكن يعني محمد صلاح ممكن حد يقدم معاه يسند معاه يجيب هدف واحد بس، هو اللي انا شايفه كده. روسيا منتخب مش قوي على فكره، منتخب ضعيف. بنتمنى نكسب 2-1 او يعني او مش هنطمع اكتر من كده يعني. مصر وروسيا 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله ثقه بالله هتنتصروا على روسيا، اكيد 100% ان شاء الله هتفوزوا على روسيا. منتخب مصر مقارنه بروسيا منتخب مصر اقوى ان شاء الله. احنا اقرب روسيا، منتخب روسيا ككوره انا اتفرجت على ماتش السعوديه وروسيا، منتخب السعودي ضعيف يعني بصراحه، او اما قدمش مباراه جيده تمام، ومنتخب روسيا منتخب كرويا متوسط، احنا اقوى منه بكتير. لو نزلنا مركزين زي ماتش اوروجواي لا هنعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ماتش هيبقى يعني في كفتنا اكتر، اي نعم روسيا هي المنظمه ويبقى جمهور كل حاجه والحاجات دي كلها، بس المنتخب يعني في الماتش اللي فات برغم غياب صلاح كان تقيل جدا، فبتهيألي برضه هيبقى اتقل من روسيا وان شاء الله تبقى لينا 2-1 3-1 ان شاء الله باذن الله نكسب 2-0 باذن الله. هو احنا ان شاء الله ادائنا هيكون افضل واحسن ان شاء الله من الناحيه الهجوميه، الاداء الدفاعي بس اهم حاجه الكره العرضيه، لان احنا عندنا مشاكل كبيره جدا في الكره العرضيه، ومن الواضح جدا من ماتش السعوديه ان الفريق الروسي بيعتمد على الكرات العرضيه، فربنا يستر يعني، يعني جايب منها حوالي 3 أهداف في ماتش من 5 اللي جابهم في السعودية. يعني ربنا بيكرمنا بسبب الجمهور الطيب، الجمهور الجميل اللي دايما بيكون واقف في ظهر منتخبنا
وبيدعي له، واكيد موجود معاه يعني امنيات طيبه جدا من الجمهور المصري في الشارع المصري، واكيد يعني كلنا نتمنى ان منتخب مصر يفوز على منتخب روسيا ان شاء الله. ربنا ثم الجمهور بعديها اللاعبين والجهاز الفني يقدروا ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه ويفرحوا الشعب بعد 28 سنه يعني بعد عن كاس العالم. نتمنى ان احنا نحاول ان نفوز في مباراه واحده، يعني عايزين نفوز في مباراه روسيا مباراه السعوديه عشان نحقق يعني انجاز لم يحققه منتخب مصر اكيد من قبل، بالرغم من ان عدد المشاركات كان قليل، لكن ان شاء الله كل اللعيبه رجاله ويقدروا ان هم يفوزوا على منتخب روسيا النظري متواضع في مستواه الفني. مش معنى انه كسب 5-0 منتخب السعوديه المتواضع فنيا ايضا، يعني ممكن يكون اقل كمان من المتواضع، يعني مع احترامنا لاشقائنا السعوديين لكن فنيا كانوا ضعاف، لكن ان شاء الله نتمنى ان منتخب مصر يحقق نتيجه ايجابيه. قبل ما نروح لفاصل عشان نكمل فيه مع حضراتكم كواليس المونديال، هنروح بقى ونسمع تقرير من الشارع المصري خاص بالمنتخب السعودي العربي الشقيق ورأيه في مستوى الفني في مباراة روسيا والخسارة 5-0. هنروح ونسمع التقرير ونروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم كواليس المونديال. برضه روسيا لعيبه عشان بارضها وبين جماهيرها، يعني عندهم ثقه لازم يكسبوا عشان جماهيرهم في ارضهم. لعيب من السعوديه انا لسه مش شايف ان روسيا كويسه، يعني مش شايف ان روسيا اللي هي التوب يعني اللي ممكن تغلبنا جامد. هي المشكله بس في السعوديه ان هي فتحت اجنابها بسرعه، يعني السعوديه الاول كانت ضغطه حلوه او كانت ماسكه كوره عامه الاول، بس بعد كده لما فتحت الجناب كانت مفاجاه للعالم كله، يعني ان طبعا كان حتى الشعب الروسي بيقول ان الفريق بتاعه مش على قد الجاهزيه اللي هو ممكن يعني يوصل مثلا لاول المجموعه. شايف ان المنتخب السعودي يعتبر ما لعبش اصلا عشان يبقى يعني ما كانش فيه وجه مقارنه خالص، يعني عشان هقارن ايه بس، يعني ففرق كان شاسع جدا. يعني المنتخب السعودي ما لعبش كويس رغم انه منتخب قوي، بس فشل 5-0 امام روسيا، بس ما يطمنش انه هنلعب مع مصر. كواليس المونديال هي فقرة بيكون فيها بعض الفيديوهات الحصرية اللي حضراتكم مش بتشوفوها غير معانا في المونديال، وطبعا يعني بنحاول نجيب لحضراتكم كل حاجة جديدة، كل حاجة مش بتشوفوها طبعا في غير على قناة الأهلي وفي المونديال. فهنبدأ معاكم بهدف منتخب الأورجواي في شباك منتخب مصر، لكن من زاوية الجمهور الأورجواياني اللي كان متواجد في مدرجات أو ملعب المباراة، فهنروح نشوفه ونرجع نكمل معاكم باقي فيديوهاتنا. اكيد طبعا يعني هدف زي ما احنا قلنا بدون اي داعي، لكن هو ده حال كره القدم، وان شاء الله منتخب مصر قادر في المباراه القادمه انه يحقق نتيجه ايجابيه ويفوز على منتخب روسيا ان شاء الله. طبعا احنا عارفين ان منتخب او جمهور منتخب مصر بعد 28 سنه يعني مشتاق جدا لكاس العالم، بقاله فتره مش متواجد، وكمان في تواجد جمهور مصر كبير جدا جدا في كاس العالم تقريبا، يعني على حسب ما تم اعلانه من قبل السفير المصري المتواجد في روسيا ان تقريبا 23 ألف مصري موجود في روسيا، فرقم كبير جدا جدا بسم الله ما شاء الله.
كل الناس بتتحدث صعاب ان هي تكون موجوده حتى في المباراه الاولى، كانت بعيده كل البعد تماما عن سان بيترسبرغ او موسكو، طبعا هم اشهر اثنين مدن موجودين في روسيا، لكن الجمهور كان حريص ان هو يكون متواجد في ملعب المباراه. فتعالوا نشوف بقى الجمهور المصري ازاي بيتحدى جمهور اورجواي في مصر، في طبعا روسيا، وخاصه في طبعا مدينه اكسنبرغ اللي اقيمت فيها المباراه. اي جمهور بيقف قدامنا بيكون جمهور غلبان مش بيعرف يعمل ايه. جمهور منتخب مصر يعني في لحظه اكتسح بهتافاته جمهور منتخب اورجواي، يعني فبقول لحضراتكم شعب طيب جدا وجمهور جميل بيبقى موجود خلف منتخب مصر في كل حته بيروح. لسه مكملين مع حضراتكم لكن مع فقره الجمهور او مع فيديوهات الجمهور، لكن كان يعني لقطه كانت يعني عليها على بعض علامات الاستفهام اللي يعني ما كانتش يعني تصح انها تكون موجوده، لكن حال جمهور منتخب السعوديه بعد هدف منتخب روسيا الخامس. حصلت بعض الاحتفالات اللي حصلت في جمهور او في مدرجات اللي متواجد فيها الجمهور السعودي، احتفلوا بهدف روسيا الخامس. اكيد طبعا يعني ممكن يكون عندهم بعض ايضا علامات الاستفهام على مستوى المنتخب السعودي، ما كانش في ايديهم اي حاجه يعملوا او يحتفلوا بيها غير اهداف منتخب روسيا اللي كانت في مرمى المنتخب السعودي. تعالوا نشوف ونسمع رد فعل جمهور منتخب السعودية في مباراة روسيا السعودية واللي انتهت بخمس أهداف مقابل لا شيء. خمسة 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 خمسة. لا تعليق، يعني ما اعتقدش ان يعني لقطه يعني اكيد السعوديه منتخب عربي شقيق ونتمنى له كل التوفيق، لكن يعني قبل ما نكون بنشجع منتخب مصر او لما بنشجع منتخب مصر يعني ايضا لازم نساند منتخب السعوديه، منتخب المغرب، منتخب تونس، ومنتخب الجزائر لو كان موجود. فبالتالي يعني منتخب السعوديه اولا طبعا جمهوره يشجع، واكيد يكون حزين لخساره منتخب السعوديه، لكن ممكن تكون قله من الجماهير المتواجده ظهروا بلقطه زي ما حضراتكم شفتوا، فبالتالي لا تعليق على الفيديو اللي حضراتكم شفتوه. لسه مكملين مع كواليس المونديال، وروسيا مش بس بتستعين ببني ادمين ان هم يكونوا موجودين في التشجيع، لا بيستعينوا باشياء اخرى، عشان كده هنروح ونشوف ازاي روسيا بتستعين ببعض العناصر اللي بتكون موجوده في تشجيع منتخبهم والترويج لبطوله كاس العالم. Пошли с мирением, сфоткаемся. طبعا زي ما حضراتكم شفتم يعني دب روسي، يعني دب هنا في مصر احنا بنخاف منه، لكن في روسيا بيتعاملوا معاه بكل ادميه، ما فيش اي مشكله ان هو يكون موجود للترويج لبطوله كاس العالم. وزي ما حضراتكم شفتوا اكيد كان في تعامل مع بعض الجمهور اللي كانوا متواجدين في روسيا. طيب هنروح لعيد ميلاد واحد من اساطير الكره المصريه اللي فعلا غيروا كتير جدا في التاريخ بحصوله على افضل لاعب في افريقيا، افضل لاعب في الدوري الانجليزي، وهداف الدوري الانجليزي، صاحب الانجازات في بازل مع في سويسرا، حصوله على الدوري السويسري وحصوله على افضل لاعب في الدوري السويسري، اول مصري يشارك في دوري ابطال اوروبا. ارقام بيحققها وبيحطمها
من يعني بصراحة ما كناش يعني متوقعين ان هيجي علينا اليوم ان احنا نشوف لاعب بيكسر وبيحطم كل الارقام القياسية اللي موجودة في اقوى دوري في العالم. فبالتالي كان جزء من جمهور مصر المتواجد اللي بيقدر واللي بيعرف في الذوق واللي بيفهم ان هو يغني لمحمد صلاح بكل سنة وهو طيب باحتفالا بعيد ميلاده في مباراة او قبل انطلاق مباراة مصر وأوروجواي. ومش بس جمهور مصر زي ما احنا سمعنا في المداخلة مع الاستاذ ابراهيم المنيسي ان البعثة كمان احتفلت بعيد ميلاد محمد صلاح، مش هم طبعا اللي عملوا الاحتفال لكن ادارة الفندق اللي بيقيم فيها منتخب مصر عملت لفتة طيبة بتورتة طبعا تليق بمحمد صلاح واحتفل بيها مع اللعيبة. لكن اكيد الاجواء ما كانتش مناسبة 100% لكن يعني عيد ميلاد نجم من نجوم الكرة المصرية. تعالوا نروح ونشوف ونسمع ازاي الجمهور المصري احتفل بعيد ميلاد محمد صلاح وبعديها بعثة منتخب مصر في مقر اقامته في روسيا. بنحتفل بأعياد ميلاد لاعبتنا بشكل محترم وبشكل فيه يعني احترام للعيبة. في البرازيل ليهم طريقة تانية للاحتفال بطريقة أعياد الميلاد. كوتينيو النجم البرازيلي أيضا بيصادف أن الأسبوع الماضي كانت يعني صدفت أن يوم عيد ميلاده في ضمن الأيام اللي متواجد فيها مع منتخب البرازيل واستعدادا لبطولة كأس العالم. فبالتالي كان لعيبة البرازيل بقيادة مارسيلو كان ليهم وجهة نظر تانية أن هم إزاي يحتفلوا بعيد ميلاد كوتينيو في تدريباته مع المنتخب البرازيلي. فتعالوا نشوف ازاي احتفل لاعبي منتخب البرازيل بعيد ميلاد فيليب كوتينيو. يعني اكتر ثلاث حاجات ممكن يعني يضايقوا اي حد، بيض بعد يحطوا فوق دماغه دقيق وختموا بازازات الميه. يعني دي كانت اخر فيديو او اخر حاجه موجوده معانا النهارده في حلقتنا في المونديال. نتمنى ان الحلقه تكون نالت رضاكم وان شاء الله نكون موجودين مع حضراتكم في نفس الميعاد من 10 ل 12 في عشان ان شاء الله نقدم لحضراتكم كل اللي تم واللي حصل في يوم بيوم خاص بمونديال روسيا 2018. نشوفكم بكره على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم.